ووصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها ضمن عالم التنمية البشرية وتحديدا مع لغة الجسد. البعض بيعتقد انه الكلام والعبارات هي الطريقة الاولى لايصال رسائلنا، لكن دراسات رشا اليوم عم تقول انه الكلام واللغة بتوصل 7% بس من انفعالاتنا وحركاتنا. اكيد نرمي، نفس الدراسات بتقول انه حركات الجسد ونحن كيف منتصرف مع الشخص اللي قدامنا، هذا اللي نحن بنقوله بالعامية عم بيشبر كتير، هي لغة جسد عم تحاول توصل رسائل للطرف اللي قدامنا. أكيد صحيح، وأهمية لغة الجسد عم بتكون لنتعلم ما يمكن لنخفي شوي مشاعرنا أحيانا أو ما نكون كتير واضحين بإيصال يمكن رسائل ما بدنا نوصلها لبعض الأشخاص وخصوصا بمجال العمل. بدها تدريب القصة؟ بدها تدريب، بس يعني إذا في هيك مثلا حركات نحن بنراقب حالنا بنعملهم بالحياة العادية بنقدر شوي نتلافهم. بس ما بيقع غير الشاطر يعني يرمين، إلا ما تنزلي فيها يعني القصة. صحيح. رح نحكي أكثر عن لغة الجسد وكيف نحن ممكن نستخدمها أكثر بحياتنا العملية لتفيدنا ونقدر حتى نفهم الأشخاص اللي مقابلنا. أكيد بيسعدنا نرحب بالمدربة الدولية ولاء لحلح، وهي مدربة تنمية بشرية. بداية يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ ولاء. بداية كيف لقيت الحركات؟ ما شاء الله يعني لعبنا على القصة، قدرنا نلعب على القصة، نخليك اليوم شوي تصفني هدول شو وضعهم. تمام، ما شاء الله عندكم في ثقة بالنفس، في شخصية قوية، وفي تبسيط للحديث لتقدري توصلي الفكرة للأشخاص اللي عم يتابعونا ويحضرونا. فإذا بدنا نحكي عن لغة الجسد بالبداية كتعريف، فهي لغة غير لفظية، هي أحد أنواع التواصل الغير اللفظي. طبعا بتعتمد على استخدام حركات جسدية مثل النظرات، الإيحاءات، الإيماءات، هي الأمور كلها لنقدر نوصل الفكرة للشخص المخاطب بشكل لا إرادي. هي الأمور كلها مثل ما ذكرنا ممكن حركات الأطراف، القدمين والرجلين، أو هز الأكتاف أو هز الرأس، وكمان نظرة العيون وحتى الابتسامات. هي الأمور كلها لحتى نحن نقدر نوصل الفكرة للشخص المخاطب بطريقة عفوية بشكل لا إرادي. حتى إذا بدنا نحكي عن تاريخ لغة الجسد، يعني في أشخاص بتعتقد أنه علم لغة الجسد هو علم جديد أو أنه علم مستحدث، بالعكس تماماً، هو من أقدم العلوم على هذه الأرض. فمن زمن الإغريق ومن زمن الرومان وحتى الحضارة المصرية القديمة كانت مليئة بالأقوال اللي بتعتمد مبدأ الشخصية على أساس ومبادئ لغة الجسد. فأول دراسة فعلية علمية حقيقية بتخص لغة الجسد ظهرت في القرن 17 على هيئة كتب متعلقة بإشارات ومهارات لغة الجسد. طيب خلينا أكثر هيك نحكي بشكل مبسط وعملي، يعني نحكي عن موضوع لغة الجسد ونبلش مثلا بالعيون. نحن بنعرف العيون كمان هي جزء كتير مهم بيقدر بيوصل رسائل، وهيك في كلمات بنستخدمها مبين من عيونه أو عيونه كانت عم تحكي، فنحن كيف ممكن العيون توصل الحالة الشعورية للواحد؟ هلأ بالنسبة للغة العيون هي أصدق شيء بلغة الجسد. أنا إذا بدي أعرف الطرف الآخر، الشخص المخاطب، إذا هو صادق، إذا هو عم يكذب، إذا هو عم يحاول يخفي أمر معين، فأنا بدي ركز على لغة العيون. ففي عنا كتير إشارات بتخص لغة العيون. فرضا إذا الشخص يلي قبالك اتسعت حدقة العين ولمعوا شوي عيونه، فهي الإشارة بتدل على المشاعر، مثل ما نقول بالعامية واقع لشوشته. الحب؟ أي الحب والغرام واقع لشوشته مثل ما نقول بالعامية. بس بده يكون الطرف المقابلك، يعني إذا تقدر تتوسع هي الحدقة في حدا بده يكون قدامك، يعني هو الشخص المخاطب. أنت بتركزي على العيون، إذا اتسعت حدقة العين وحسينا هيك لمعت شوي عيونه، فهي الإشارة بتدل على الحب والغرام. أما إذا الشخص المخاطب، يعني الشخص يلي قبالك، طلع بعيونه وركز للأعلى، يعني رفع بس النظر لجهة الأعلى، فهو عم يحاول يتذكر أمر معين أو عم يتخيل مجريات الحديث. في حال كمان الشخص المخاطب طلع بعيونه للأعلى جهة اليسار، فهون هو عم يحاول يخفي أمر معين أو عم يحاول يكذب نوعا ما. نوعا كتير. فنحن إذا اعتمدنا لغة العيون هي أصدق شيء بلغة الجسد. بيقولوا دراسات أثبتت كتير أنه العين قادرة تقراكي، وقادرة أنت إذا كنت عن جد عندك خبرة بلغة الجسد تفهم الشخص اللي قدامك. بيقولوا لك الشخص الكذاب ما في حط عينه بعينك. تمام، حتى بيفتل هيك بيكون الحديث عام، آخر شيء ممكن يمرق لك نظرة، ولكن أنه يكون هيك عينه ثابتة أثناء الحديث هذا مستحيل يعمله. ما هي كمان نظرات العيون، في حال الشخص المخاطب، الشخص اللي قبالي، عم يخفي أمر معين أو عم يكذب، فبتلاقيه عم يحكي بطريقة سريعة، متعمد، مستقصد إنه يحكي بسرعة، وعم يكتر تجوال بالنظر، يعني يطلع على اليمين، يطلع على اليسار، قليل ليحط عينه بعينك مثل ما بنقول بالعامية.
أما إذا الشخص حط عينه بعينك بشكل مباشر وحكى بنبرة صوت عالية فهذا بدل إنه هذا الشخص مستمتع بالحديث ومبسوط بهذا الحديث بهذا الموضوع اللي عم ينحكى فيه. حط عينك بعيني لشوف. طيب خلينا كمان هيك ننتقل لعضو ثاني من الجسم كمان بيكشفه الإيدين، يعني خصوصا لما يكون عندنا نحن محاضرات او نحن نكون قدام عالم فالناس هيك لك بتلبك وين بدي روح بايدي، وهدول بيعبروا كثير يمكن او بيوصلوا رسائل. خلينا نحكي حركه هي الايدين شو ممكن تعبر. تمام، هلا مثل ما ذكرنا انه نحن بنستخدم ادوات الجسد لنعبر ونوصل الفكره للشخص المخاطب بطريقه غير مباشره، فحركات الايدين كمان هي احد اهم وسائل. خلينا ناخذ حركه ايدها لنيرمين. هي الحركه واقع نحكي اليوم، هي الحركه انه هي عم تحاول تحط مسافه، تحط حد بيني وبينها، بين اللي قاعدين، عم تنغلق على نفسها. اما في حال كانت الايدين هيك فانت عم تكوني منفتحه، عم تكوني مستمتعه بالحديث، عم تاخذي وتعطي بهذا الحديث. في حال الشخص لا أنا حط ايده هيك، انا بقول لكم ليش، وصفن مثلا انا عم بحكي معك حطيت ايدي هيك وعم اطلع فيكي، فهون انا سارحه بفكري وببالي او عم حاول اتخيل انت شو رح تحكي بعدها، يعني ناطره مني خبر وعم تستني هذا الخبر لاقول لك اياه انا. طيب حركه الايدين هيك، حركه الايدين هيك هي دليل على حركه الايدين، هي الحركه هي دليل على الثقه بالنفس، وممكن بعض الاحيان اذا الشخص ان كان واقف او جالس يعمل هي الحركه ليثبت انه انا واثق كثير من نفسي. بس احيانا هي الحركه بتعمل لك تشنج، يعني انت باللاشعور بتصيري تكبسي على ايدك. انا بستخدمها كثير والله. هلا انا بستخدم هاي اكثر شيء. تمام هيك، يعني هي بحبك رح بالقعده. تمام، هي انت بس كنتي طريقه الجلوس مرتاحه، وضعيه الايدين مريحه، فهي بتدل على انك حدا مرتاح، على انك شخص واثقه من نفسك، واثقه من معلوماتك، هي بتدل على الاريحيه. بالنسبه للتوتر بحركات الايدين، هلا بنلاحظ في اشخاص عندهم عاده مثلا انه هز الرجل هن وقعتين، او هز الرجلتين، او بتلاقيهم عم يعملوا هيك باصابيعهم، او قدم الاظافر، او حتى في صبايا بتلاقيها لافه شعراتها هيك على ايدها وعم تعمل هيك بشعراتها. في خصله ما في، انا بعرف حدا في عم بتروح هي الخصله بيفتل فيها لقيمة يعني. تمام، فهدول الحركات اجمالا بدلوا على التوتر، على الخوف، على العصبيه، هدول الحركات اللي ذكرناها. طيب اذا قلنا لك هيك بس لا اتذكر الحركه ثواني، هيك تذكر هيك او الهيك. تمام، ايه انه هي يعني انا قريتها انه بيكون انت عم تسمعي حديث الشخص، يا اما انت موافقه بس ما بدك تقولي، يا اما موافقه بس عم تفكري بالقصه. يعني تمام، هي الترقب والتوجس اذا بدنا ندل عليها بالمدلول الصح. انت في حال عملتي هيك او عملتي هيك فانت عم تستني لتعطي رايك، لتظهري رده فعلك من هذا الكلام اللي عم نحكي فيه او عن هذا الموضوع اللي عم تتم مناقشته. حتى في هيك يعني هاي الحركه هي وضع حركه اليد سواء على الخد او هيك او هيك، انت عم تسندي وشك بايدك، فهي بتدل انه انت موافقه على هذا الحديث اللي عم ينحكى فيه بس ناطره تعطي نتيجه، يعني لسه بمرحله تقييم المعلومات بين الاي ولا بين الاي ولا. طيب وحك الانف، يعني لما نعمل هيك هون واحد انه عم يكذب كذاب او حك دقنه. ايه صح، كثير بنشوف عند الشباب، بس قولي هي متلازمه ليش عند الشباب؟ هلا اليوم بيزعلوا مننا. هلا بالنسبه لحك الانف وحك الدقن فهدول الاشارتين بدلوا انه بين الاي كمان وبين اللا، لسه عم يحاول يدرس الموضوع من كل النواحي، لسه ما وصل لنتيجه نهائيه، لسه ما وصل لمرحله انه اتخاذ القرار، يعني انا لسه محتار بين الاي وبين اللا، حك الانف وحك الدقن. انت اليوم لحتى هاي اللغه توصليها صح او تخفيها بحاجه لتدريب، يعني اليوم بنشوف لقاءات تلفزيونيه كثير، بنشوف فنانين ضمن اللقاء بجيبوا حدا يقرا لغه الجسد. تمام، وبيحاول هذا الشخص انه يخفي او يلعب على القصه بس الا ما يوقع يعني ببعض الهفوات. اليوم اذا هيك قواعد اساسيه اليوم نحن كيف قادرين نتحكم بهذا التوتر اللي ممكن يصيبنا فجاه، وخاصه الاشخاص الناريين اللي ما بيقدروا يسيطروا على حالهم، يعني بصيروا نطوا كلهم سوا هدول الاشخاص. وبحالات الفرح انا فرحانه انا زعلانه، في هيك حاجز لازم يضل بيني وبين انه انا مو كل شيء مباح الناس لا يعني لازم تشوفه. تمام، هلا عجبتك. هلا بالنسبه للغه الجسد فانا بدي اتقن مهارات لغه الجسد لحتى اقدر اعرف هي الحركه شو معناها، هي الاشاره شو بتدل، بحيث بصير الموضوع اسهل علي وبيساعدني في حال انا بدي اخفي هذا الامر ان كان فرح او كان حزن شديد او خوف او توتر. لهيك في اشخاص كثير سهل انه تقراي لغه الجسد تبعهم من نظره واحده بتكوني فكره عن شخصيه هذا الشخص يلي قبالي. بالمقابل في اشخاص ثانيين لا هن بيتعمدوا وبيستقصدوا انه يخفوا لغه الجسد الخاصه فيه،
يعني ممكن تلاقي شخص عم يحكي بكل ثقة بالنفس وأنه هو الفاهم وهو المحيط بهذا الموضوع، لكن هو ضمنياً عم تلاحظي من حركات جسده ومن تعبيرات الوجه أنه ما بالعكس تماماً، ولا كأنه له علاقة بهذا الموضوع ولا عنده أي معرفة عن الموضوع اللي عم يحكي فيه. بالمقابل في أشخاص تانين ممكن يظهر لك بمظهر أنه أنا كتير واثق من نفسي وواثق من معلوماتي، ولكن هو ضمنياً بيكون عم يحس بالخوف، بيكون عم يحس بالتوتر. طيب لأنه هو خلينا عند أي جزئية، وهي يمكن الشيء الإيجابي بلغة الجسد لما نحن نتعلمه، أنه لما نكون إحنا متلبكين أو خايفين نحن لازم نكون مثلا بمكان بمظهر القوي، مثل ما قلت مثلا بالمحاضرات بالجامعة نحن عم نقدم برزنتيشن، كيف فينا نحن نخفي هاي المشاعر للخوف أو اللبكة؟ تمام، فأنت بدك تكون عندك مثل ما ذكرنا فكرة كافية عن أغلب الإشارات، وحتى الأشخاص المبتدئين اللي حابين يتعلموا مبادئ وقواعد ومهارات لغة الجسد، يعني انت بدك تتقني هي المهاره لتقدري تعرفي هي الحركه بتدل على التوتر فانا ببعد عنها، هي الحركه بتدل على الخوف انا بدي ابعد عنها. بالتدريب انا فيني اوقف قبال المرايه يوميا فرضا، خصص لو ربع ساعه من وقتي ومارس الاشارات ومهارات وحركات لغه الجسد، فهي الاشاره بتدل على التوتر انا ببعد عنها، انا بدي راقب جسمي اتعرف على حركات جسدي، ففيني قبال المرايه مثل ما ذكرنا مارس هاي الحركات لأتقن هاي المهارات، بحيث كنت بمقابلة كنت بمكان عمل ما أظهر الحركات اللي بتدل على الخوف والتوتر، بعد عنا بشكل مثل ما قلنا بالاستمرارية، فأنا بصير عندي حفظ لهي الحركات فتلقائياً بعد عنا. مثل ما قلنا القصة بحاجة لتدريب مستمر لحتى نحن اليوم نخفي أو نظهر شيء، أحياناً نتعمد يعني نعمل بعض الحركات لنوصل بعض الرسائل. بس بدك طرف تاني يكون فهمان شوي الحركة معناتها. شكرا ست ولاء لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات الحلوة. صباحك حلو على طول. صباحكم غير، يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا لليوم. يسعد أوقاتكم.